مظاهر المشاهدة في الشهر الفضيل هو ارتفاع الأصوات بالبكاء في صلاة التراويح، وهذا مخالف لمنهج النبوة وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان لا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكتم بكاءه، يقول عبد الله بن الشخي رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، من ألاعب الشيطان بالناس أنك تجدهم في صلاة التراويح في كسل وخمول، حتى إذا ما بدأ الإمام بالدعاء يجهشون بالبكاء، وحتى أن بعضهم يصل به الأمر إلى أنه بمجرد ما يسمع صوت الإمام يجهش بالبكاء وإن كان لا يدري ما يقول الإمام. هذه من ألاعب الشيطان بالناس، وهي ليست من صفات المؤمنين الذين وصفهم الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإمام القرطبي يقول في تفسير الآية: أي تسكن قلوبهم من حيث اليقين إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى. هذه حال عارفين بالله الخائفين من عقوبته. الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وأم أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله، ما كانوا يصيحون ولا يظهرون بكاءهم مع، وحتى في حالهم مع المواعظ كانوا الفهم عن الله سبحانه وتعالى، والبكاء خوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع الذكر وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الحاصل أنه يجب تجنب إسماع البكاء أثناء الصلاة أو في الدعاء، والله أعلم.